السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأفاضل، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنرى فيه كيفية تحميل المكتبة الشاملة وتثبيتها في الحاسوب خطوة خطوة إن شاء الله تبارك وتعالى وفي أقل وقت. إذن أول شيء أذهب إلى جوجل أو إلى البرنامج الذي أنا أشتغل به في الحاسوب أي ما يسمى النافيغاتور، ثم أكتب المكتبة الشاملة. لاحظتم معي المكتبة الشاملة، ليس بي دي اف او الحديثة او غير ذلك، المكتبة الشاملة. ثم اضغط البحث، يبدأ البحث. اول رابط ادخل عليه المكتبة الشاملة، هو هذا الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة، اضغط الدخول. إذن هذا هو الموقع الرسمي بعد التحديثات للشاملة. أنا أريد تحميل المكتبة الشاملة، ترون هذه الأيقونة هنا، تنزيل المكتبة، أضغط هنا تفتح هذه الصفحة الجديدة. انتبه معي بارك الله فيك، رابط تحميل أي تحميل المكتبة الشاملة نسخة محرم 1443. إذن هذه هي آخر نسخة للمكتبة الشاملة، والجميل في هذه النسخة أنها قابلة للترقية، أي أن كل إضافة سيضيفها أهل المكتبة الشاملة جزاهم الله عنا خيرا ستكون عندك في مكتبتك الشاملة بعد التحديث. إذن الآن سنتحدث فقط عن التحميل وتثبيت المكتبة الشاملة، وفي فيديوهات أخرى سنتحدث عن كل شيء في المكتبة الشاملة حتى تتمكن منها أيها الأخ وأيتها الأخت الكريمة. إذن التحميل، نقرأ هذه الجملة بارك الله فيكم، نسخة محشونة بالكتب 6.7 جيجا. إذن عندنا نسختين هنا، نسخة مشحونة بالكتب أي عندما ستحملها ستحمل معها كل الكتب، ويعني حجمها 6.7 جيجا. يعني أنصح بالنسبة لمن عنده صبيب الإنترنت جيد، من الأفضل أن يحملها من هنا بالكتب، لكن من عنده صبيب الإنترنت ضعيف، أنا أخذت مني حقيقة 24 ساعة في المغرب لأن صبيب الإنترنت الذي عندي ضعيف جدا. إذا كان يعني كذلك يعني صبيب الإنترنت عندك ضعيف، حملها بدون كتب ثم قم بتحميل الكتاب الذي أنت تشاء، لكن إذا كان عندك صبيب الإنترنت لا بأس به، فقط قم بتحميل الكتب من الأفضل كي تتفادى كل مرة تحميل. إذن نسخة مشحونة بالكتب أفضل وأسرع إذا كنت تريد تحميل كل كتب أو كل الكتب هنا. إذا نضغط هنا أو هنا، إذن نحن الآن سنحمل شحنة كل أو المكتبة المشحونة بكل الكتب، سواء أضغط هنا أو هنا نفس الشيء. إذن عندما أضغط هنا سيبدأ التحميل مباشرة. لاحظوا معي بارك الله فيكم ماذا سيحدث. إذن بدأ التحميل هنا على حسب النافيغاتور الذي عندك. أنا مثلا الآن عندي هذا أوبرا، هذا لا يقول لي أين تريد وضع الشاملة، لكن بعد الانتهاء من التحميل رأيتم الوقت 21 ساعة 19 ساعة، يعني وقت طويل كي تحمل هذه المكتبة لأنها 6.7 جيجا. قلت أن إذا كان مثلا رابط كروم، نأتي إلى رابط كروم، نكتب المكتبة الشاملة. أنا أريد هذا لأن بعض الإخوة والأخوات لا يعرفون هذه الأمور، لكن من يعرف يمر هذه الفقرة. انتبهوا معي عندما أحملها من خلال كروم، أضغط تنزيل المكتبة، نفس الشيء آتي إلى هذه الخطوات هذه نفسها، أضغط هنا، انظروا كروم سيعطيني أين تريد، سيقول أين تريد وضع المكتبة الشاملة، وهذا جميل في كروم ليس كأوبيرا أو موزيلا، واضح؟ إذن كروم هو هذا النافيغاتور، هذا يسمى كروم بارك الله فيكم، هذا النافيغاتور يسمى كروم. إذن أختار المكان الذي أريد أن أضع فيه المكتبة التي سأنزلها.
انظروا معي، ديسك سي، ديسك دي، لا انصحك ان تضعها في ديسك سي لان هذا اتركه للحاسوب كي يشتغل جيدا. تضعها في ديسك دي او ديسك او او تضعها في البيرو. كذلك اذا وضعتها في البيرو فمباشره يعني انك وضعتها في ديسك سي، من الافضل ان توضع ان تضعها في الدي او او. اذا مثلا انا ساضعها في ديسك او. لاحظوا معي ساختار المكتبه الشامله، هنا المكتبه الشامله انا وضعتها وحملتها من قبل. اذا عندما ستصل انت الى هذا الملف ستضغط اوريجستري ومباشره سيبدا التحميل. اذا نعود الى نوقف هذا التحميل لانني قد حملتها من قبل، ونرجع الى المكتبة الشاملة بعد التحميل. في انتظار تحميل المكتبة سنقوم بخطوة مهمة جدا وهي التي يجد فيها الكثير إشكال. عندما تظهر تقوم بتثبيت المكتبة الشاملة ستجد أن الأحرف تظهر بلغة غير مفهومة. المشكل أن الحاسوب عند الأكثر يكون باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، فالمكتبة تقول لك أريدك أن تكون عربيا، أريد حاسوبك أن يكون باللغة العربية. لهذا يجب أن تكون اللغة التي يشتغل بها الحاسوب اللغة العربية. لهذا سنأتي إلى هنا، أنا بالنسبة لي عندي ويندوز 10 ستأتي إلى هذه النافذة. إذا لم يكن عندك ويندوز 10 ستأتي إلى هذه النافذة ديال ويندوز وتضغط عليها ومباشرة سيظهر عندك هذا بانو بانو. إذا مجرد ما تكتب PN TAN هذا البانو دو كونفيغاسيون، هذا تدخل له. ننتظر قليلا على ما تظهر نافذة. إذا تظهر هذه النافذة، نأتي إلى هذه الأيقونة أوغلوج إي ريجيون، نضغط هنا تظهر هذه النافذة على هذا الشكل. نأتي إلى ريجيون هذه هنا، نضغط هنا. إذا نأتي إلى هذه أدمنستراسيون هنا ونختار هذه الأيقونة ونختار اللغة العربية. إذا لاحظتم أنا عندي اللغة الحاسوب باللغة العربية. اللغة العربية مثلا أنا اخترت المغرب، ممكن تختار الجزائر البلد الشقيق للمغرب، أو تختار لغة أخرى عربية، سوريا، تونس، اليمن. المهم أن تكون اللغة عربية. واضح كي تشتغل ستجدها أنت عندك في الحاسوب باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية أو غير ذلك، لكن اختر اللغة العربية. أنا اخترتها بما أنني حكم أنني مغربي وأحب بلدي المغرب كما أحب جميع البلدان الأخرى، سأختار المغرب. واضح، أتركها باللغة العربية ثم أضغط أوكي هنا، وهكذا يكون الحاسوب يشتغل باللغة العربية كما ترون. لكي تتأكد ستقوم بعد تحميل يعني المكتبة الشاملة وتضعها في الحاسوب، قم بتغيير اللغة ثم قم بإعادة تشغيل الحاسوب يعني غوديمار، وستجد أن اللغة أصبحت باللغة العربية على الشكل. ثم نأتي إلى تثبيت المكتبة الشاملة. بعد أن تحمل عندك أيها الفاضل أيتها الفاضلة ستجدها، أنا كما رأيتم وضعتها في هذا الملف، سأجدها هنا. هذه هي المكتبة الشاملة بعد التحميل، كما تلاحظون حوالي 7 جيجا، حوالي 7 جيجا. الآن أنا أريد تثبيت المكتبة الشاملة، ماذا سأفعل؟ سأضغط هنا على يمين الفأرة فوق هذا الملف، بيمين الفأرة هكذا تضغط عندي او تظهر هذه النافذة، اضغط الفتح اوفرير الاولى. لاحظوا معي هذا هو تنصيب المكتبة الشاملة. او هناك طريقة اخرى في نفس هذا الملف، الملف فارغ، ساضغط بيمين الفأرة واضغط اكسترير ايسي، اي انني ساستخرج هذه الملفات الموجودة في هذا الملف المضغوط، لكن هنا سيصبح حجمها أكبر. لهذا سأتركها هنا في هذا الملف وأثبتها من خلاله. إذا آتي إلى هذا التنصيب هذا ثم أضغط عليه
مرتين سيبدأ بالتثبيت. لاحظتم معي الآن ستبدأ عملية التثبيت كما ترون، ستأخذ بعض الوقت، نعود إليكم بعد أن تتم هذه العملية. إذن بعد الانتهاء من هذه العملية تظهر لنا هذه النافذة كما ترون هنا، اختر مجلد للشاملة. مثلا أنا في الحاسوب عندي ثلاث مجلدات C و D و E، كما لاحظتم أنا سأثبتها في ديسك D لأن عندي فيه مساحة فارغة كافية، هي حوالي 85 جيجا. إذا كان بالنسبة لك هذا فهو جيد، إذا لم يكن كذلك يمكن أن تختار يعني ديسك آخر لتثبيت المكتبة الشائمة. إذا سأضغط أوكي أي الموافق. ستبدأ كذلك عملية التنصيب تستمر، ثم نلتقي بعد قليل. إذن كما تلاحظون العملية ديال التثبيت مستمرة، ستأخذ دقائق حتى تنتهي هذه العملية. نلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا الآن يتم تحميل محرك المكتبة الشاملة، سيأخذ بعض الوقت كذلك. إذا بعد الانتهاء من التحميل ظهرت الواجهة الرسمية للمكتبة الشاملة كما ترى. إذا هكذا نكون قد انتهينا من تثبيت المكتبة الشاملة ولله الحمد، كما رأيتم طريقة سهلة جدا. إذا هذه هي أيقونة الاشتغال على المكتبة الشاملة، وهنا أيقونة الترقية. هذه الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى سنشرحها في فيديوهات قادمة بالتفصيل. إلى ذلك من حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.